أثار فوز سارة فاشا بلقب ملكة جمال مصر كثيرا من التساؤلات حول من هي سارة فاشا. فسارة فاشا من مواليد لوس أنجلوس، قضت هناك 18 عاما من عمرها. جدها هو الشاعر المصري المعروف طاهر أبو فاشا، الذي كتب للإذاعة المصرية ما يزيد عن 200 عمل فني، أبرزها أوبريت رابع العدوية وألف ليلة وليلة التي أذيعت على مدار 26 عاما. خلال وجود سارة في أمريكا، خدمت بسلاح البحرية في الجيش الأمريكي لمدة 4 سنوات، ثم انتقلت إلى واشنطن لتعمل كموديل تصوير بالملابس العسكرية، ثم بدأت في تعلم التمثيل لتنتقل إلى مدينة لوس أنجلوس وتتخرج في معهد ستارز بيرج في شرق هوليود، كما انضمت إلى نقابة الفنانين الأمريكية في صيف 2012، كما حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. لم تسلم سارة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فكثير من الصفحات قارنت بينها وبين ملكات جمال أخريات، إضافة إلى معلومة خدمتها بالجيش الأمريكي التي أثارت كثيرا من الجدل على الفيسبوك. محمد جمال، 10 مساء. ما بين التشكيك في وطنيتها لأنها خدمت في البحرية الأمريكية، وما بين التهكم على أحقيتها في الحصول على أي لقب يتعلق بالجمال، حظيت ملكة جمال مصر للمغتربات في الولايات المتحدة الأمريكية بكم هائل من التعليقات جمع بين التنكيت والتسييس. هي معنا داخل الاستوديو سارة أبو فاشا، ملكة جمال مصر للمغتربات في الولايات المتحدة الأمريكية. سارة، أهلا بيكي. هاي، أهلا بيك. والدتها معانا أيضا، مدام ميرفت، أهلا بيكي. أهلا. طيب هبدأ سارة الأسئلة. في تعليقات كثيرة على الإنترنت تتعلق بأنك ملكة جمال مصر للمغتربات في الولايات المتحدة الأمريكية. زي ما قلت في المقدمة، جمعت بين السخرية وبين التسييس. خليني في البداية في الجانب المتعلق بالمعلومات. انت اولا دخلتي هذه المسابقة، مسابقة ملكة الجمال للمغتربات في الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا؟ أنا اخترت أن أشارك لأنني أعمل كموديل وكممثلة في كاليفورنيا، وفي يوم ما بينما كنت أبحث عن مختلف التدريبات أو المسابقات وجدت هذه المسابقة، وقررت أن أجرب الأمر، وكنت قد سمعت أن الأمر ممتع، ووجدت أن هذا يشيح إمكانية لتحسين مهنتي. هقول لك بعض الـ الـ التعليقات طبعا. يعني خلونا نشوف جانب من المسابقة قبل ما نشوف بقى الكم الكبير من التعليقات، لأنه كمان هتلاقوا في تعليقات من حزب الحرية والعدالة، تخيلوا، وتعليقات أيضا من قوى سياسية كثيرة ومختلفة، بالإضافة للتعليقات الشبابية، كلها إما تشكيك في الوطنية وإما تشكيك في أشياء كثيرة ومختلفة، وإما كمان التقليل من إنه إزاي تحصل سارة على ملكة الجمال. تعالوا نشوف المسابقة اللي بدأت الزوبعة بعدها. سارة، التعليقات أولا على أنه
كيف تحصل سارة التي تخدم في البحرية الأمريكية على لقب ملكة جمال مصر للمغتربات؟ هنا أنت دخلت البحرية الأمريكية ليه؟ كنت بالفعل في البحرية الأمريكية وكنت قد أتخرج في 18 من عمري، وكنت أود أن ألتحق بالجامعة. وكما يعلم الجميع فإن الكلية كانت باهظة الثمن في الولايات المتحدة، ولكن كان هذا هو أحد أهدافي، ولكنني قررت أن أنضم إلى البحرية إلى جانب الأصدقاء المقربين لي، وبالتالي كان هذا بالأساس هو سبب رئيسي. يعني الهدف الأول فقط أو الدافع الأول لدخولك هو أنه الجامعة في الولايات المتحدة الأمريكية الجامعات باهظة الثمن مكلفة، وبالتالي البحرية الأمريكية أقل كلفة، أقل في التكاليف؟ نعم تماما، نعم هي أقل تكلفة لأنهم أيضا يكلفونني أقل. إذا دخلت وحصلت على وظيفة جيدة للغاية، وكانت هذه فرصة سانحة لي من أجل تسليط بعض الضوء على الشخصيات المقلبة نمطيا في الإسلام، لأن هذا لم يكن كثيرا بعد 11 من سبتمبر، وكنت قد سئمت من الاستماع إلى تعليقات غير ملائمة. كنت أريد أن أبرهن على أنني فتاة مسلمة وأنني أستطيع الانضمام للبحرية الأمريكية، بحيث أثبت للعالم أن المسلمين والمصريين ليس لديهم أي مشكلة مع الأمريكيين أو مع مختلف القضايا الخاصة بالثقافة أو العنصرية. طيب يعني أنت أحد الدوافع الأساسية أنك مسلمة في البحرية الأمريكية، يعني عايزة تثبتي للأمريكان خاصة بعد 11 سبتمبر إسلاموفوبيا حسبما تم تسميته، وفكرة اتهام الإسلام، يعني اللي دخلك البحرية الأمريكية أن أنت عايزة تثبتي أنه أنت كمسلمة يمكن أن تكوني في الجيش الأمريكي. طيب السؤال أقوله لك تاني، المسلمة في الجيش الأمريكي أو في البحرية الأمريكية، هل الدافع الأساسي لدخولك للبحرية الأمريكية هو أنك تثبتي أنه الإسلام ليس هو الإرهاب كما تقولين، وأنه الإسلام أنك كمسلمة يمكن أن تخدمي في البحرية الأمريكية؟ Yes, I would agree with that. تماما أتفق على ذلك. إن أول حافز لدي كان وأن أحصل على المنحة وأن يتم تغطية التكاليف، ولكن بمجرد الدخول يعني شعرت بوجود فكرة ألا وهي مكافحة الإسلاموفوبيا. إلى هذا الحد كان في اتهام مسبق للمسلمين في أمريكا أنت حسيتي بيه، فده اللي خلاك تدافعي عن الإسلام بهذه الطريقة؟ نعم، كنت أريد أن أقضي على الأفكار المسبقة، وكامرأة مصرية تعيش في كاليفورنيا كنت دائما كان يعتقد أنني من خلفية مختلطة. لم أواجه الكثير من النقد أو الهجوم بعد 11 من سبتمبر، ولكن ربما لأنني يعني أبدو كشخصية من الشرق الأوسط، فبعد ذلك واجهت بعض الصعوبات، وأعتقدت أن هذا هو الأسلوب الأوحد الذي يمكن أن أستخدمه حتى أبرهن للناس أن الإسلام إنما هو دين السلام، وكمسلمة في الولايات المتحدة أنني أحترم بلادي. وأيضا إن جدي من ناحية أمي السيد محمد إبراهيم كان أيضا في الجيش المصري. من هنا نعم. جدك لوالدتك كان في الجيش المصري. Yes. طيب. نعم. سارة، لكن البعض لا هيتهمك في اتجاه مضاد، يعني أنت بتقولي أنا عندي هدف نبيل في دخولي للبحرية الأمريكية، هدف نقي وهدف نبيل، وهو إن أنا أثبت للأمريكان إنه يمكن للمسلمين أن يتعايشوا في المجتمع الأمريكي إلى حد الخدمة في الجيش الأمريكي. لكن في مصر وربما في الدول العربية والإسلامية ينظر دائما على من يخدم في الجيش الأمريكي
على أنه، واسمحي لي في التعبيرات، خاين وجاسوس وعميل. لم أكن بالفعل على وعي بهذه الوجهات في النظر، وكنت قد انتهيت من عملية الانضمام، فقد انضممت في سن مبكرة، كنت قد تخرجت للتو من المدرسة، وكنت أتسم بالسذاجة ولم أكن على وعي بالجوانب السياسية، ولكنني لا أؤمن بأن هذا صحيح. طيب، يعني انت بكل صراحة بتقولي انك ما كانش عندك الوعي يعني لانك تشوفي هذه الانتقادات، بس انت كمان لا تؤمني بانه اذا في مصرية او في مسلمة تخدم في الجيش الامريكي في الجيش الامريكي ده ليس معناه انها جاسوسة او خائنة او عميلة. إذا ما كانوا يعتقدون كذلك فهذه وجهة نظرهم، هل ليس هذا صحيح؟ لا، لست جاسوسة أو خائنة، فإن أسرتي تعيش بمصر، كل العائلة تعيش بمصر، الأسرة التي لدي في الولايات المتحدة هي أبي وأخي وأحد العمات، وأحب وأن أعيش بمصر مرة، ولن أقوم بأي شيء يمكن أن يحد من احترام لمصر.